صباح الخير على كل الناس اللي بتشوفنا النهارده من خلال شبكه انتي ان وقناه ناين لايف. النهارده يوم جديد ومن ايام نهارك سعيد ان شاء الله تنبسطوا معانا. هيكون معانا فقرات كتير جدا، هنكون موجودين من 9 ل 11 معاكم، واكيد معايا فقرات. بس الاول اصبح على زمايلي. صباح الخير رانيا. صباح الفل يا ساره. صباح النور يا اشرف. صباح الخير رانيا. صباح الخير يا اشرف. مصبح على كل مشاهدينا، وطبعا كل اللي بيحصل في مصر وكل اللي بيحصل في الشارع، هي دي مواضيعنا وهي دي اهم حاجه بتبقى عندنا في يومنا النهارده، ان احنا نتكلم معاكم في كل المواضيع اللي شاغله بالكم وفي كل الاحداث اللي بتحصل. وكل يوم في حدث جديد، في منه المؤسف في منه المفرح، ولكن في الاخر كلنا مصريين، وفي الاخر اتمنى ان كل ما احنا نعدي بيها تعدي على خير. صباح الخير رانيا. صباح الخير ساره. صباح الخير مشاهدي نايل لايف، ونهاركم دايما سعيد. خالص العزاء لكل شهداء مصر، أقباط مصر ومسلمي مصر، كل العزاء من نهارك سعيد ومن نايل لايف لكل شهيد كان أول امبارح بيحاول إن هو يقول كلمته أو بيحاول إن هو يحب بلده أكتر. حضراتكم لو سألتوا أي حد من أطراف المشاكل دي كلها، انت حابب انك انت اللي حصل ده؟ لو سالت الاخوان المسلمين حابب اللي حصل ده؟ هيقول لك لا. لو سالت الاقباط عاجبك اللي حصل ده؟ هيقول لك لا. لو سالت الجيش عاجبك اللي حصل ده؟ يقول لك لا. لو سالت السلفيين اللي نزلوا حاولوا ان هم في الصعيد يحموا الكنائس عاجبك اللي حصل ده؟ هيقول لك لا. اكيد مفيش اي حد عاجبه اللي بيحصل يا اشرف طبعا. لو امال يعني لو سالت يمكن الفلول يقول لك احتمال، انما لو سالت مثلا اسرائيل عاجبك اللي حصل ده؟ يقول لك طب بما ان مفيش حد في مصر عاجبه اللي حصل ده، امال حصل ليه؟ حصل اكيد عشان ادينا الفرصه لناس عايزه تخش ما بيننا وتفرقنا. لو احنا حاولنا ان احنا ندي حقوق الأقباط من قبل 25 يناير وبعد 25 يناير حقوقهم، ما كانوش نزلوا عملوا أكيد. وأفتكر ده هنتكلم فيه في فقرة خاصة بالموضوع ده تحديدا، وهي هتكون مع الكاتبة فريدة الشباشي ودكتور سمير غطاس. كمان هيكون معانا فقرات تانية هنتكلم فيها، وهي فقرة عن الاقتصاد المصري. ناس كتيرة جدا قلقانة من الوضع الاقتصادي المصري، وهيكون معانا كمان دكتور صلاح جودة، وهنتكلم معاه عن الاقتصاد في الوقت الحالي. كمان هيكون معانا فقرة رياضية سارة. بعيدا بقى عن كل اللي بيحصل والأحداث اللي بتحصل، سواء كانت بورصة أو اللي حصل امبارح أو امبارح أمام سبيرو، النهارده هيكون معانا فقرة رياضية مع الناقد الرياضي عفت نصار. هيكلمنا النهارده عن الماتش اللي هنشوفه النهارده بالليل بين الزمالك وما بين إنبي. ده نهائي الكاس النهارده، وإن شاء الله يعني كل التوفيق للفريقين ان شاء الله. هيكون معانا ايه كمان تاني؟ استاذ عماد الدين حسين مدير تحرير جريده الشروق هو اللي هيشرفنا في فقره الصحافه مع زميلتي ساره. نبتدي يومنا، وزي ما انا قلت في الاخر هيكون معانا الدكتور سمير غطاس كاتب محلل سياسي، والكاتبه فريده الشباشي كاتبه صحفيه في اخر اليوم حوالي 10:30 كده. تابعوا الفقره عشان نتكلم عن هذا الموضوع الساخن. الفقرة الجاية فقرة الصحافة، نهاركم دايما سعيد.